لنتعرف الآن أعزائي إلى الصيغة العامة للفعل السببي. إذن الآن دخلنا في الجد، الصيغة العامة للفعل السببي. حقيقة أعزائي لدينا صيغتين، لدينا صيغتين للفعل السببي، صيغة إثبات affirmative وصيغة نفي negative. لنبدأ أولا بصيغة الإثبات، وتكون صيغتها على الشكل التالي. إذا بداية هي تبدأ الجملة، في الجملة السببية في حالة الإثبات، في حالة الأفيرماتيف، تكون عبارة عن تبدأ بسبجكت بالفاعل، تمام؟ العناصر الأربعة التي نوهت إليها في الشريحة السابقة، سبجكت الفاعل، وبعد ذلك إما هاف أو هاز أو هاد. من يحدد لي هذا الكلام؟ من يحدد لي ماذا سأختار أو ماذا سأضع في الجملة؟ هاف أو هاز أو هاد؟ هو زمن الجملة. رائع، هو زمن الجملة التي سيعطيني إياها، زمن الجملة الأصلية، وسنرى ذلك من خلال الأمثلة بعد قليل. إذن بداية subject الفاعل، ومن ثم have أو has أو had. وأنا حضرت لكم جدول باستخدام إن شاء الله سيكون سهل جدا عليكم. العنصر الثالث هو object المفعول به. العنصر الرابع سيكون verb 3، يعني past participle، اسم المفعول من الفعل الرئيسي. راح أنظر إلى الفعل الرئيسي الموجود عندي في الجملة، تمام؟ سأستخدم التصريف الثالث منه. إذن صيغة الإثبات هي subject الفاعل، ومن ثم have أو has أو had حسب زمن الجملة الأصلية، ومن ثم object المفعول به، وأخيرا verb 3 التصريف الثالث. هذه الصيغة تحتاج إلى حفظ وتدريب. الآن لنأخذ مثال، لاحظوا I have my house painted، subject هو I، وبعد ذلك الفعل have هو في الحاضر، ومن ثم الأوبجكت هو my house، والverb 3 هو فعل نظامي مضاف له ed painted. أي I have my house painted، بمعنى حصلت على منزلي مدهون، يعني أنا لم أدهنه بنفسي، شخص ما طلاه، قام بطلاء المنزل لي. أي I have my house painted. Example 2، مثال آخر، he has his house painted. لاحظوا نفس المثال ولكن مع هي، الهي بتاخذ هاج، اذا هي هاج هيز هاوس بينتد، نفس المعنى السابق. واخيرا ذي هاد ذير هاوس بينتد، انا هنا استخدمت هاد في التصريف الثاني، تمام؟ تكون ان الجمله الرئيسيه التي بنيت عليها انا هذه الجمله السببيه ان الفعل في في الماضي. اذا ذي هاد ذير هاوس بينتد. الى الان اود منكم بعد هذا الكلام ان أحدد هدفي. الهدف الأول حفظ صيغة الإثبات، وهي subject فاعل، بعد ذلك have أو has أو had، ومن ثم object مفعول به، طبعا المفعول به وين بده يكون؟ بالتأكيد بعد الفعل مباشرة، وأخيرا verb 3، ولا أي كلمة زيادة، فقط هذول الأربع عناصر، ما بضيف أي كلام آخر إطلاقا. الآن إلى الصيغة الثانية وهي صيغة النفي. صيغة النفي تكون على الشكل الآتي: subject الفاعل، ومن ثم don't have أو doesn't have أو didn't have. إذن إما don't have أو doesn't have أو didn't have، وبعد ذلك الobject المفعول به، وأخيرا verb 3 اللي past participle اسم المفعول. إذن كما ذكرناها في كلمات الإصلاحية هي حالة النفي. مثال I don't have my house painted، يعني بمعنى أنا لا أحصل على منزلي مقوي، أنا يعني أنا أقويه بنفسي، تمام؟ إذن I don't have my house painted. لاحظوا أربع عناصر: subject ال I، don't have هاي don't have الفعل السببي، الobject العنصر الثالث هو my house منزلي، وأخيرا الverb 3 هو الفعل painted. مثال آخر: he doesn't have his house painted، إذن هو لا يحصل على منزله مقوي، نفس المثال السابق مع هي، هنا استخدمنا doesn't have. وأخيرا they didn't have their house painted، they didn't have their house painted، تمام؟ كمان نفس المثال ولكن هنا مع الماضي. إذن صيغتين إلى الآن، صيغة الإثبات وصيغة النفي كما رأيتم.